اهم شيء لما ننقي الاكل بالسوبر ماركت نتطلع على الاكسبايري ديت. في عنا نوعين من الاكسبايري ديت، في عنا يوزد باي يعني لازم نحن نستخدم هيدا الاكل لماكسيموم هيدا الديت، وفي عنا بيست بيفور. هون بنكون يعني الكواليتي تبع الاكل افضل اذا احترمنا هيدا الديت، ولكن مش يعني رح نتسمم، الكواليتي تبع الاكل رح تكون كطعمه كفليفر كلون مش هالقد اذا قطعنا الديت.